السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ده لسه نازلة جديد، بتحول أي فيديو مجرد بس ترفعه هو أوتوماتيك يتحول لفيلم كرتون بالشكل ده. ده فيديو مجرد إن أنت تعمل أبلود خلاص بيتعمل شخصية كرتونية وتبدأ تحرك نفس الحركات. الأداة هي اسمها في تونيفي، ودي قريب أوي هتلاقيها مدرجة أو هتبقى جزء من بداية البرامج زي أدوب بريمير وافتر افكتس والحاجات دي، هيبقى الموضوع اسهل بكتير في المستقبل.